النهارده بنتكلم برنامج النكته البايخه. ابوخ نكته هتاخد عليها 100 جنيه. اوكي؟ اوكي. اوكي قول. مره واحد راح للبقال وقال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا وهو عنده. ايه يا عطيه ده؟ مفيش ابوخ من كده اجيب لك. عندك حق، هو فعلا انا مش محتاج ابوخ من كده بصراحه يعني. انا لو في ده اديها لك والله. لا ما هتاخدها اطمن. بس انا ما ينفعش حكم في البرنامج معاك. مفيش مشاكل. هناخد 2 من الجمهور يحكموا عليك، موافق؟ موافق خلاص. طيب هناخد مين؟ طب في حد هناك؟ ايوه. اوكي ايوه ماشي. اهلا بيك، اسمك؟ انا خالد ابراهيم. اهلا بيك يا خالد. اهلا بيك يا فسان. خالد النهارده احنا في برنامج النكته البايخه، معانا استاذ عطيه. النكته بايخه جدا. لو انت علقت وقلت انها بايخه فعلا هياخد 100 جنيه. أوكي. لو انت قلت لا مش هياخدها. اوكي ماشي. بس الاول هيسمعك. ممكن البنت برضه تقول رايها. طبعا. مره واحد راح للبقال وقال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا وهو عنده. لا نكتة بايخة جدا وسخيفة جدا جدا. وليه رأيك؟ بايخ. بجد؟ بايخة وسخيفة جدا. شكرا طب شكرا انت كده خدمته. ميرسي يا استاذ خالد جدا. بص انت كده قدامك تختار مين من الجمهور. طب اوكي حضرتك؟ تعرف عليك؟ رمضان عواد. اهلا بيك يا رمضان. رمضان بص استاذ عطية النكتة بايخة جدا. لو علقت وقلت فانها بايخة هو هيكسب معانا 100 جنيه. لو قلت لا مش هياخد ال 100 جنيه بس الأول هو هيقولها لك. مرة واحد راح للبقال وقال له عندك جبنة بيضة؟ قال له لا وهو عنده. بصراحة بيخ جدا بصراحة. النبي انت راجل عسل. لا لا بيخ جدا. هنديك عسل. كويس يلا هيديك 10. ميرسي يا استاذ رامي. ميرسي شكرا. انت كده فاضل لك واحد بس و800 جنيه بتاع. خلاص اخر واحد. ماشي يا ام سهل. ناخد مين؟ ناخد مين؟ ايوه حضرتك؟ ايوه ممكن معانا دي واحدة؟ تعرف عليك. ايه؟ متعرف عليك. عربي. عربي. اهلا بيك يا عربي. عربي هناخد رايك في حاجه مهمه جدا. دقيقه واحده استاذ عطيه النكته بايخه جدا. اوكي دلوقتي بناخد راي الجمهور عشان يكونوا معانا. فانت ثالث متسابق ثالث واحد دلوقتي. لو قلت اوكي هياخد ال 100 معانا. يعني هو النكته بايخه جدا. لو انت قلت اوكي بايخه قوي هياخد ال 100 جنيه. قلت لا مش هياخدها بس الاول هيسمعها لك. بايخه تديني النص ولا ايه؟ اديك 20 جنيه. هي بايخه مش بايخه. طب ايه بقى النكته؟ ايه النكته بقى؟ قول النكته. مرة واحد راح للبقال وقال له عندك جبنة بيضة؟ قال له لا. قال له هو عنده. رأيك؟ ايه؟ واحد راح للبقال قال له عندك جبنة بيضة؟ قال له لا وهو عنده. وهو عنده جوه؟ اه. عنده جوه؟ اه. عنده جوه؟ ايوه. ايه يا عم فرحان مالك؟ يا ست ده داخل ايه ده عجبتك؟ ايه؟ نكتة دي موت. دي نكتة. يعني هو بيقول عندك جبنة؟ قال له لا هو عنده. عجبك قوي يا غريب. حلوه ده 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 انت دمك خفيف قوي. انت عسل يا راجل. هات لنا واحد غيره. لا ما خلاص ده خالد انت كده خسرت معانا ال 100 جنيه. انت كده داخل فرحان اساسا. فرحان ايه؟ لا 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 هو كده خسرت. انت كده خسرت. جامده جامده جامده. وانا لو ده مش من البلد والله لو منك. لا رايه برضه لازم ناخد فيه. من يا فرحان يا عسل يا عسل. ايه يا واد السكر اللي اغوص فيها انا؟ بس جامد بجد. انا احييك. انا احييك. تحييني يا ابو يا راجل. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ استاذ عطيه. عطيه. عليا عطيه. انت كده عطيه. انت كده يا اخويا كده. والله كنت هبقى كده لو خدت 100 جنيه. خلاص انا خسرت. طب انا ممكن اقول نقطة بايخه؟ اه طبعا. واخد 100 جنيه؟ اه اقول. يقول لك ده داخل على طمع يا حاج. انا هقول لك نقطة بايخه بقى من حقي بقى. الله. اتفضل. بيقول لك مره لقوا تريلا نايمه على جنبها واربعه توك توك بيرضعوا منها. عجبتك قوي. لا دي ابوك من اللي انت قلتها.